متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. يتوقع خلال الأيام القادمة وخلال الساعات القادمة أن تشهد عموم مناطق المملكة ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية الوسطى الغربية الجنوبية، يقابلها انخفاضات متتالية على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية. سنستعرض هذه التفاصيل خلال هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث توضح انتشار الكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشمالية الشرقية وصولا حتى سواحل البحر الأحمر. هي عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، توقع أن تتكاثف هذه الغيوم فوق منطقة حائل تحديدا خلال ساعات ما بعد الظهيرة والعصر، وتعمل على هطول زخات خفيفة من المطر. أيضا دفعت كميات من الغيوم العالية والمتوسطة نحو المنطقة الجنوبية الغربية، هي عبارة أيضا عن غيوم بدون فعالية، فيما ساد طقس صافي في باقي المناطق. نتحدث الآن عن درجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء تسيطر كتلة هوائية دافئة وحارة في عموم مناطق المملكة، تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة الحارة خلال ساعات يوم الأربعاء مع تمركزها في المنطقة الوسطى الشمالية الشرقية الشرقية الجنوبية وعموم المنطقة الغربية. يقابل هذا الارتفاع انخفاض هذه المرة في المنطقة الشمالية، حيث تندفع كتلة هوائية باردة نسبيا من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه شمال المملكة عبر منطقات بلاد الشام. تستمر هذه الأحوال الجوية خلال يوم الخميس بإذن الله، حيث تستمر هذه الكتل الهوائية الحارة بالسيطرة في هذه المناطق، بينما تندفع وتستمر هذه الكتل الهوائية الباردة نسبيا بالتحرك عبر شمال المملكة العربية السعودية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بالمجمل أو غائمة جزئيا ومستقرة، 21 درجة مئويا ملموسة، 20 رطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، كما ذكرنا ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة. يوم الأربعاء 33-25، لكن يوم الخميس ترتفع وتسجل 36 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 25 درجة مئوية. يوم الجمعة تستمر درجات الحرارة مرتفعة، 37 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 24 درجة مئوية. إلى أن تنتهي نشرتنا، للقاء.